وبرضه كمان يا ملك انت صانع العاب، يعني مركزك مهم جدا في الملعب، انت اللي بتقودي بالنيابه عن الكوتش في الملعب. الحمد لله. شايفه البطوله ازاي وايه اللي انت كنت نفسك تكسبي عشان هي البطوله؟ طبعا في الاول كانت صعبه طبعا، وكان علينا ضغط كبير ان احنا لازم نكسب عشان طبعا الفيرست تيم نساعدهم. صحيح. حتى طبعا. صحيح. بس بالروح وتشجيع الكابتن عمرو طبعا وكابتن حسن وكلنا كنا بنشجع بعض، وحور طبعا اول واحده فيهم كانت بتشجعنا بجد كل يوم. حماسيه جدا جدا اصلا احنا لولا التشجيع ده كله ما يعني ما كناش فعلا هنوصل لحاجه. اصعب ماتش لعبتيه يا ملك ايه؟ بس كان في الاول يعني لو الصيد. قولي في الاول. صيد ممكن الصيد هو اللي كان كان صعب شويه يعني. طب وماتش سبورتنج الثاني مش الاولاني كان عليكم ضغط ان لازم تكسبه، لان لو خسرته الفريق الاول خسر. بس بالعكس هو الثاني اصلا هو اللي كان اسهل من الاولاني، يعني الاولاني هو اللي كان اصعب شويه. الاولاني كان صعب بجد. يعني احنا في الاولاني كنا ممكن ما كناش فايقين شويه صغيرين، بس الثاني الصراحه لا كنا نازلين بقى كلنا خلاص هو لازم نكسب، ما فيش حاجه اسمها بقى نخسر. لازم نشيل الفرقه اللي فوق دي كمان، ما ينفعش ومش كل مره هيشيلونا احنا، فاهم حضرتك؟ فاهم لازم احنا اللي نكسب. طب انتوا لما كنتوا بتتجمعوا مع بعض يعني اكيد كابتن عمرو كان بيقعد معاكم، بس انتوا كبنات كنتوا بتقعدوا كمان، انتوا سنكم ما شاء الله لسه صغير 17 18 سنه، كنتوا بتقعدوا مع بعض كنتوا بتقولوا ايه؟ يعني ايه الكلام اللي كنتوا بتقولوه اللي يدور بينكم بعيد عن كابتن عمرو؟ على طول نشجع بعض، ما تخافش في الملعب، ما تركزش مع اي حد بره، ركز جوه الملعب، تضيع معلش ولا يهمك ايه يعني عوضها. يعني كل الكلام طبعا حور طبعا برضه اول واحده. ما كنتيش بتزعلي حور لو حد في نفس البوزيشن بتاعك لعب؟ لا. حد يتألق غيرك خالص؟ انا لو فكرت في كده احنا مش هنكسب. بالظبط. لو فكرت في نفسك مش هنكسب. مش هنكسب. يعني ايه حتى لو حد يا ملك نفس البوزيشن بتاعك طالع وانت نازله الكوتش سحبك بدري شويه ما كانش بيحصل اي؟ لا بالعكس. بالعكس اصلا يعني مثلا انا اطلع فراح تنزل تشيل الدنيا ورايا على طول، ما ده اللي خلاني مش حاجه اسمها كده غير ملك الاثنين الصراحه. وانا بحط التشكيل يا هيثم والله يعني مش عارف احط مين الاول. الاثنين ليهم ميزات وليهم يعني الاثنين سكورر كمان، خلي بالك بلاي ميكر مش صح. لا سكورر كمان. سكورر بتبقى عندك عندك ميزه كبيره لما البلاي ميكر. كل واحده فيهم الصراحه يعني كل واحده ليهم ميزه، يعني على قد قاع الجيم يا هيثم يعني قدرت اللي انا اعمله.